بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور زكريا الراعي سليمان، كونسلتنت اي ان تي اند ليزر اند هيد اند نيك سيرجري ميليتري ميديكال اكاديمي. الحقيقه نحن النهارده في اليوبيل الفضي لراينو ايجيبت، 25 سنه على انشاء راينو ايجيبت، وده حاجه من الحاجات الرائعه ان يستمر مؤتمر لمده 25 سنه، دي حاجه رائعه جدا بنجاح طبعا منقطع النظير. كان الاول ناشونال ميتنج مقتصر على دكاتره اللي هم المصريين في انحاء جمهوريه مصر العربيه، لكن امتد دلوقتي بقى يعني انترناشونال لوكال ريجنال ميتنج، يعني بياخد مصر والدول العربيه والكثير من البلاد الاوروبيه. بيحضرنا اكثر من حوالي 1300 او 1400 طبيب من كافه الانحاء، والحقيقه الحضور مشرف وحضور يحسب للقائمين على هذا المؤتمر العظيم. هو خلال المؤتمر اتناقشت اوراق كتيره جدا، طبعا هو مينلي اللي هو الراينولوجي، و مع في الاوبستراكتيف سليب ابنيا سندروم والراينو بلاستي، كل دي شعب من الراينولوجيك سوسايتي. حوالي 800 بيبر تقريبا خلال فترة المؤتمر كله، ويعتبر طبعا ده مؤتمر من المؤتمرات الناجحة جدا، ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا.